فتاة تقول كنت مخطوبة وكتب كتابي، عملت مشكلة مع زوجي، كل ما أكلمه يقول لي أنا مع أصحابي مع أصحابي. قلت له اسمع، قول دلوقتي قدامي لو شفت أصحابك لمدة شهر سأكون طالق. يعني أردت أن تضغط عليه أن يمنع نفسه من رؤية أصحابه لمدة شهر، وإن فعلت فقد وقع عليه الطلاق. فأخذ يراجعها يراودها، أصرر قال خلاص إن قابلتهم إن شفتهم فأنت طالق. وبعدين بيقول أنا قلت لنفسي طب يا بنت لو قابلهم فجأة في الطريق هل برضو أكون طالق؟ ولا إحنا بنقصد شوفة خاصة يعني قاعدة فيها ونسة وفيها كوفي وفيها تي وفيها سوشياليزيشن، ايه بالضبط اللي قصدته واللي قصده جوزي ومتى يقع مثل هذا الطلاق؟ سألت وقال لا انا مش قصدي اللقاء العابر في الشارع، هذا لا ينفك عنه احد، انا قصدي انت اصلا بتعتبي ان احنا قاعدين بنتسامر بنتجابر عادين ونسى كذا، أنا قصدي منع هذا إقرارا لعينك واستجابة لرغبتك، هذا الذي قصدته بيميني هذا. سألوا شيخا فأقره على ذلك، هي لسه مضطربة مترددة فرفعت لينا هذا السؤال. أولا أقول لها غفر الله لك يا بنيتي، لقد كان من الحماقة منك أن تستنطقي زوجك بتعليق الطلاق على هذا النحو، لكن قد مضى ما كان وكل شيء بقدر، والقدر يتعزى به بعد وقوع المصائب ولا يحتج به لتسويغ القبائح والمعايب. الطلاق المعلق يا بنيتي وفق وثيقة مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا إن قصد به صاحبه وقوع الطلاق عند الحنس فعلا هو قاصد، إذا حدث هذا الطلاق يقع تحتسب عليه طلقة. أما إذا لم يقصد به إلا مجرد التهديد أن يلزم نفسه بفعل أمر أو بالامتناع عنه أو أن يلزم غيره بفعل أمره أو بالامتناع عنه، فهذا يجري مجرى الحلف يخرج من تبعتي عند الحنث والمخالفة بكفارة يمين المشار إليها في قول الله تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون.